يحذر أطباء ومسؤولون في مدينة بنغازي الليبية من تفشي فيروس كورونا وعدم قدرة المشافي بإمكاناتها المتواضعة من معدات وأسرة وكوادر من استقبال جميع الحالات. وتحسبا لكارثة إنسانية وشيكة، يطالب أطباء ومسؤولون بضرورة وضع خطة طارئة لاحتواء إمكانية تفشي كورونا في ظل تدني مستوى الوعي المجتمعي. بهذه المستشفيات المتواضعة تواجه بنغازي فيروسا بدأ يستشري في جسد الأمة. تحذيرات طبية من حدوث اختراق كبير لكورونا يرفع حالات الإصابة، أمر ينذر بكارثة إنسانية وشيكة مع نقص الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي. الأسرة المخصصة للحالات المصابة بفيروس كورونا حوالي 40 سرير، فلو زادت الأعداد عن هذه الأعداد مش حنقدر نغطي للأسف. أطباء محليون يصرحون بخروج الوضع عن السيطرة ومطالب بوضع خطة إنقاذ طارئة، فخط الدفاع الأول في البلاد منهك يعاني من نقص كبير في كوادره. زاد من خطورة الوضع عدم وعي الليبيين بحقيقة خطر الفيروس، فأكثرهم لا يلتزم بإرشادات الوقاية الثلاثة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والغسل المستمر لليدين. احنا لازم نزيد من القدرة الاستيعابية تاعنا في المستشفيات. نحن نتوقع في الانتشار المحلي زيادة الحالات بصفة عامة، لكن نتوقع زيادة الحالات المتوسطة والحرجة اللي تلزم دخول إلى المستشفيات، دخول إلى العنايات، تحتاج إلى الدعم الأكسجين. طبعا هذه تبي قدرة استيعابية كبيرة جدا. يعني قلق وتوجسات من انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد، وهو أمر ليس ببعيد حسب مختصين مع محدودية الإمكانات وعدم تقيد كثيرين بإجراءات الوقاية الثلاثة.